مشاهدينا، موعدنا مكفي معكم. بقول صباح الخير لكل الأشخاص اللي انضموا لنا عبر شاشة مريم تي في. يمكن كتير أشخاص ما بيعرفوا شو معناتها IBD أو Inflammatory Bowel Disease، أو بما يعرف بالتهابات الأمعاء المزمنة، وبالتحديد مرضين هن المالادي دو كرون والألسراتيف كولايتس. والأهم أنه شهر أيار هو شهر التوعية لمرضى IBD، وقديه هالمرض ممكن يكون صامت وخطير وبيؤدي لمضاعفات كبيرة إذا المريض ما أخذ العلاج تبعه. وتيبقى على قيد الحياة، أكيد جمعية الآي باتل ديزيز فكرت بكل هالمواضيع وأطلقت حملة كبيرة كان عنوانها ما بدي وقف علاج الآي بي دي كما توقف حياتي. مشان هيك مشاهدينا بيصيرني استقبل كارولين شلهوب، نائب رئيس الجمعية اللبنانية لالتهابات الأمعاء المزمنة، لتحكينا أكثر عن هالشهر، عن الحملة اللي قامت فيها الجمعية تحديدا. صباح الخير كارولين، وأهلا وسهلا فيك بمريم تي في. صباح النور ريتا، ثانك يو لإليك. أهلا وسهلا، نورت استوديو، ويعطيكم ألف ميرسي، عافية الله على يعافيك. كل الجهود اللي عم تقوموا عليها فيها. وهلا أكيد رح نحكي تفصيلا بالحملة اللي قمتوا فيها، ولكن قبل كارولين إذا فينا نذكر المشاهدين، أي متى تأسست جمعية الآي باتل ديزيز وشو مهامها؟ جمعية الآي باتل ديزيز تأسست سنة 2018 من أشخاص مصابين بالآي بي دي ومن أفراد بيعتنوا بالآي بي دي. نعم. هلا لحد ما اخذنا العلم والخبر كان بتشرين الثاني 2020، وانت بتعرفي انه بهالمرحله وضع البلد ما كان كثير ثابت، وكانت بلشت جائحه كورونا. سو انطلاقه الجمعيه كانت كثير صعبه بهالظروف هيدي، وكل المشاريع اللي كنا مخططين لها ما قدرنا ننفذها. سو مشان هيك طلعنا بافكار ثانيه، من ضمنها كانت الويبينارز، وعملنا تقريبا شي 4 ويبينارز كل واحد موضوعه مختلف عن الثاني. ومن هونيك انطلقنا بقد ما فينا بقصص كتيرة، منا نشر التوعية، منا الاهتمام بالأدوية، منا بمساندة المرضى. بتعرفي انه مريض الاي بي دي بيعاني من كتير قصص. سو اشتغلنا على هالمجال هيدا مثل ما بيقولوا لحتى نأمن الدعم النفسي الاجتماعي والطبي لهالاشخاص المصابين بالاي بي دي. يعني قد ايه حلوه هالجمعيه هيك، انه مكونين من اشخاص أكيد. مثل ما قلتي هن يمكن عندهم هيدا المرض، واشخاص تعتني بمرضى عندهم اي بي دي. طيب كارولين، اليوم المشاهدين اللي عم بيشوفونا يمكن في كتير اشخاص ما بيعرفوا شو المالادي دو كرون او الالسراتيف كولايتس. نحن بنعرف انه حضرتك منك طبيبه، ولكن اكيد عندك خبره كتير بهيدا الموضوع. شو هن الاعراض اللي بحس فيها المريض اللي عنده اي بي دي؟ هلا المرض الاي بي دي لحتى يتشخص مش بسهوله بيقدر يتشخص. هلا يمكن شخص بيصير معه اسهال، بيفكر حاله انه هو مضرور، بقى ما بيعود يعرف، ما بيفكر انه يروح عند الطبيب. بس اذا هالاسهال وهالاوجاع وهالقصص عم تتكرر، مفروض المريض يتابع حاله ويروح عند اخصائي. هلا المرض الكرونز والالسراتيف كولايتس هن مثل ما قلت مسبقا انه هن انفلاماتوري باول ديزيز، مشان هيك الابريفياسيون تبعيتهم اي بي دي. من هون كمان اسم الجمعيه كمان اي باتل ديزيز، اجت من هالتسميه هيدي. هلا الكرونز والالسراتيف كولايتس في كثير من السيمتوم بيشبهوا بعضهم. هلا السيمتوم تبعولهم هن عندك اسهال الدايم، عندك الام وتقلصات بالمعده، عندك فقر دم، عندك اوقات المريض بحس بانخفاض الوزن، بفقدان الشهيه، بحراره. كل هيدول اذا كانوا عم يتكرروا المفروض انه المريض يراجع حكيم اخصائي، والافضل انه يكون اخصائي معده، لانه اخصائي المعده بيقدر يعرف دغري شو الاشياء اللي لازم يعملها كرمال انه يشخص هالحاله. يمكن ما يكون في شيء، بس من واجبات الطبيب انه يتابع لحتى يشوف شو القصه. واكيد الفحوصات اللي بدهم يعملوها هن فحوصات المخبريه، عندك اي ار ام، او يمكن الطبيب يطلب كولونوسكوبي. كل هيدول بيعطوا فكره للطبيب شو هي الحاله اللي عم بيمرق فيها هالشخص، وبيحدد ساعتها اذا كان شيء عابر او اذا كان مرض مزمن مثل ما بيقولوا، ان كان كرونز او السراتيف كولايتس. هلا هني اعراض المرضين بتتشابه شوي،
بس اكيد كل واحد عنده كاركترستيك معين، بس نعم. بالنهايه الطبيب هو اللي بيقدر يحدد اذا كان يشخص. هيدا نعم. كرونز او التراتيف كولايتس. يعني المريض حسب ما قلتي كارولين بيقطع بظروف كتير صعبة اكيد صحية، 100%. وبيمرق بإتابات كتير كبيرة لحتى يتشخص له المرض هل عنده مزبوط، كرونز أو عنده التراتيف ألسراتيف كولايتس. كولايتس. بالجهتين أكيد كارولين شوقتينا، هلأ بدنا نشوف شهادة حياة أنا وياكي لمريض عنده مزبوط. مرض أي بي دي، خلينا نشوفه سوا مشاهدينا. أكيد فور جهوزه لأنه هيدا الفيديو كتير حلو. تشخيصي بمرض الالتهاب الأمعاء المزمن على عمر 19 سنة، واجهت صعوبات كتيرة لأنه كانت كتير من الأوقات أكون متضايق، ما قادر أنزل على الشغل، مش كل العالم بتقدر تتفهم أنت شو عم بيصير معك، خاصة أنه ما يبين المرض علينا فيزيكلي. بكتير من الأوقات أنه بشوف العالم أنه ممكن أنت ما بيك شيء، بس فعليا أنت تكون عن جد كتير متضايق، بيأثر على الانتاجيه تبعيتك بالشغل، وما حدا بيقدر يتفهم ليش انه يمكن وطيت الانتاجيه تبعيتك، ليش مثلا ما عم تقدر تعمل هيك، ما عم تقدر تحكي بهيدي الطريقه، هي كانت بتتطلب كثير من التفهم. فاكيد اليوم الاستمراريه بالعلاج هي مهمه لحياتنا اليوميه وحياتنا العمليه، فمن هون كثير ضروري نشدد على نقدر نأمن العلاج خلال هيدي الفتره الصعبه. ما بدي اوقف علاج اي بي بي لما توقف حياتي. يعني قديه هيك مؤثر هيدا الفيديو، طبعا حسينا هيك في حزن ودموع بعينيه لهيدا الشاب، أكيد بنوجه له تحية. أكيد. أنا من هون بنطلق كارولين، حضرتكم عملتوا بشهر التوعية وبالشهر العالمي لمرض الأي بي دي، عرفنا أنه عملتوا إيفنت كتير حلو، ضويتوا صخرة الروشة مزبوط. وحضرتوا له كتير لهيدا الإيفنت، كان له هدف معين مزبوط. وخاصة انطلاقا من الحكي اللي حكاه الشاب عن الدواء، خبرينا شوي أكثر عن هيدا الإيفنت. هلا مثل ما بتعرفي انه شهر ايار هو عالميا شهر التوعيه بكل العالم. هلا كل بلد بيطلق حمله عاده بهالشهر، في بلاد بتطلق حمله بتسميها بريك ذا سايلنس، في بلاد بتطلق حمله بتسميها ميك ات فيزبل، لانه مثل ما قال الشاب اللي حكي عن التستيمونيال تبعيته انه بتشوفي الشخص معه اي بي دي بس ما بتقولي انه هيدا الشخص مريض. نعم. لانه هيدا مرض صامت. صامت. مشان هيك انه ميك ات فيزبل. نعم. هلا يمكن هلا هالاشخاص اللي بلشوا يحكوا هيدي خطوه كثير مهمه لإلنا، انه عم نعطي فرصه لاشخاص يعبروا. صحيح. ويحكوا عن تجاربهم، لانه بهالطريقه هيدي بصيروا اشخاص ثانيين يحكوا ويتقبلوا المرض بطريقه ويتصالحوا مع نفسهم مثل ما بيقولوا. نعم. هلا اجت فكره الجمعيه السنه انه حملتنا تكون عن الدواء بالذات، اول شيء لانه في كثير مرضى هن وعم ياخذوا العلاج بيفكروا انه بس يصيروا منيح بيقدروا يوقفوا الدواء. فاكت هو ما لازم. نعم. الدواء كتير مهم، الكونتينيوتي تبعيته كتير مهم، انه المريض يتابع علاجه حتى لو صار بفترة ريميشن. مثل ما بتعرفي بهالمالادي في اوقات بتكون المالادي مثل ما بيقولوا مرتاحة، وفي اوقات كتير بتعمل دي بوسي، وهي البوسي كتير مزعجة بتزعج المريض، بفكر المريض انه خلص رجعت القصص مثل قبل. نعم. بس هاي القصص اوقات بترجع لانه بيكون في صار تقصير باخذ العلاج، او بيكون مثلا انه مثل ما قلت لك انه حس حاله هو كتير منيح. يعني خلص وقف الدواء. سو كتير كتير مهم انه مش بس بالاي بي دي، باي مرض اللي كان، انه العلاج يتاخد حتى لو هالشخص حس حاله انه هو منيح. نعم. لحتى يكون في كنترول على الديزيز. نعم. بقى نحن من هون انطلقنا انه مثل ما بتعرفي ظروف السنه ظروف استثنائيه، في كتير مرضى ما عم بيقدروا يحصلوا على العلاج تبعهم، يمكن بتعرفي ظروف البلد. صحيح. ونحن كجمعيه حاولنا قد ما فينا انه نجيب ادويه من برا. نعم. كرمال انه نساعد هالمرضى، بس في ادويه ما فينا نحصل عليها لانه هي انجكتبلز. نعم. ادويه بايولوجيكس. هلا اللي قدرنا نجيبه هن حبوب تابلت او قصص تانية، بس كل شيء انجكتبلز اتس نوت بوسيبل، لانه بدهم مثل ما بيقولوا بدهم يجوا بحراره محدده، بحراره معينه، وهيدول. نعم. ما فينا نحن يعني نجيبهم، المفروض يجوا عن طريق
شركة، عن طريق أشخاص يعني بيهتموا بهالأمور هيدي. طيب شو عم يعمل مريض لاي بي دي بهالحالة اللي مثل ما ذكرتي حضرتك انه هيدا المرض مزمن مزمن وللأسف بيعيش مع المريض طول حياته وما لازم يوقف علاجه لحتى ما توقف حياته؟ هيدا الهاشتاج اللي عملتوه 100% اللي كتير حلو، شو عم تعملوا بالنسبة لهالمرضى؟ هلا نحن قد ما فينا صراحة عم نساعد، عم نعطي أدوية، بس مثل ما قلت لك مشكلتنا هي بالأدوية البيولوجية لانه مش مامنه. هلا في اوقات عم نقدر نامل، بيكون مريض تنقول تغير العلاج تبعه، عنده تنقول ابرتين او ثلاثه، بيتصل فينا وبيعطينا اياهم، نحن بهالطريقه عم نقدر نساعد اشخاص ثانيين هن بحاجه لهالدواء. بس اكثر من هيك ما عم نقدر نعمل صراحه، وعم نحاول كثير بشتى الطرق انه ندعم هالمرضى، لانه في مرضى ما عم ياخذوا علاجاتهم، في منهم عايشين على الكورتيزون، في منهم بياخذوا حبه من دواء معين بيرجعوا بياخذوا حبه من دواء تاني. او في منهم يمكن وصف لهم الحكيم بيبقى حبه عم يقسموها بالنص، عم يقسموها بالنص لانه اول شيء ما عم بيلاقوا، وثاني شيء ما عم بيتاخذ العلاج بشكل منتظم وبشكل مثل ما بيقولوا محدد، مثل ما الحكيم محدد. مشان هيك عم بصير في كثير اشخاص عم ترجع صحتهم لورا، عم يرجعوا يعانوا من مشاكل من ورا هالشيء هيدا. كارولين، هل تكلفه دواء الاي بي دي لمريض الاي بي دي هي غاليه ولا بيقدر المريض حيلا مريض بيقدر يشتريها؟ في كتير مرضى كانوا يحصلوا عليها أكيد من وزارة الصحة اللبنانية، وفي كتير منهم بيكونوا مضمونين، بس هي كتكلفة عندك تقريبا بتتراوح بين المليون والتقريبا 5 ملايين، حسب في عدة أدوية بيولوجية، يعني قد معاشه قد معاشه للشخص. بس يعني في كتير أشخاص عم بيجربوا قد ما فيهم حتى أنهم يقدروا يحصلوا على الدواء لو بدهم يدفعوا حقه بأي طريقة، بس ما عم بيلاقوا. طب في هيك اذا بدك يعني انتم كجمعيه في شيء عتب على وزاره الصحه، او وزاره الصحه وين عم بتكون موجوده ما عم تقدر تامين هالادويه؟ ما عم نقدر نحكيهم، نحن ما عم نقدر نتواصل معهم، رغم انه كثير حاولنا بشتى الطرق انه نتواصل لنشوف شو المشكله، بس ما عم نقدر ابدا. كل اللي بنعرفه انه بس يطلع قرار رسمي الكل بده يعرف، مش بس بادويه الامراض الاي بي دي، بكل الامراض، مش بس نحن يعني عم نعاني، كل الاشخاص او كل الجمعيات اللي عم تلاحق كان الكانسر اسوسيشنز او عده اسوسيشنز تانيين عم بيجربوا قد ما فيهم، بس ما في مجال يعني. بس الحلو كارولين يلي قلتيه كثير مهم، نحن عم نحب نضوي عليه كمان كاعلام، انه نقول انه مريض الاي بي دي هو منه اقل من مريض الكانسر فعلا، لانه يمكن المشوار كتير طويل وبيتعذب كتير، وحياته فعلا اذا وقف العلاج توقف حياته من كل الجهات، يعني اجتماعيا عائليا نفسيا. حتى نفسيا كيف عم تقدروا تساعدون لهالمرضى؟ هلا نحن كجمعيه مثل ما بتعرفي انه جمعيه صار عندها مركز بمنطقه الدكوينه الرومبوان سبتيه، نحن من وقت ما افتتحنا المركز بلشنا بجلسات دعم نفسي لكل الاشخاص اللي بحبوا، وعم نقدم هالخدمة تقريبا مرتين بالشهر. وكتير كتير الباسيونية مرتاحين لأنه أكيد في حدا عم بيسمعون وعم بيقدر ينورون كيف بدهم يتصرفوا إذا كانوا بظروف، إن كان تعصيب أو كان أو بكي كان بظروف بكي أو ألم. سو هيدا الدعم أكيد هلأ رح يضل متواصل، وهلأ في كمان بلان أنه نعمل دعم لأمهات الأطفال المصابين بالآي بي دي، لأنه حلو. مثل ما بتعرفي أمهات الأطفال يمكن بيعانوا أكثر من الأطفال، صحيح. على قد ما بيكون في عندهم تساؤلات، بيكون في عندهم عطلين هم مثل ما بيقولوا. بقى كرمال هيك نحن ضوينا صخرة الروشة، انت بتعرفي صخرة الروشة ميزتها وكبرها وضخامتها، صحيح. على قد ما ضخامة هالصخرة كبيرة، على قد ما مشاكل هالأشخاص المصابين بالآي بي دي كتيرة، وعلى قد ما مشكلة انقطاع الدواء هو مشكلة كتير كبيرة، لأنه ما عم بيقدروا ياخدوا الدواء، عم بيوصلوا عم ترجع صحتهم لورا، وما عم بيقدروا يروحوا على اشغالهم. وانت بتعرفي في اشخاص كتير ما بيقدروا انه هيدا المريض معه اي بي دي، اي واذا يعني معه اي بي دي ويمكن ما بيعرفوا مشان هيك نحن يعني من كتير مهم انه كل ارباب العمل يعرفوا انه اللي مصاب بالاي بي دي ما عم بيتغنج، مش هو ما بده يجي على الشغل، بس في ظروف بتحكمه انه ما يجي على الشغل. ما يجي. بقى نحن هلا كمان كجمعيه مهمتنا التاليه انه نزرع مثل ما بيقولوا وننور ونوعي هالاشخاص، ان كان بالمدارس
المدارس إن كان بالجامعات إن كان بالشركات لحتى يعرفوا شو هو الاي بي دي اكزاكتلي وشو المشاكل يلي بيقطع فيها مريض الاي بي دي، لانه مريض الاي بي دي قد ما بيكون عنده اوجاع لفترات محدده بحس انه هو معه غير شيء. نعم. بصير يزور عده حكمه بعده اختصاصات لحتى يشوف شو عم بيصير معه بالوقت اللي هو اللي عم بيصير معه مربوط بالاوتو اميون ديزيز يلي هو مصاب فيه. نعم. بقى الصخره كانت فكرتها انه نحن عم نضوي الصخره بالبحر مثل ما بيقولوا، وطيرنا بالونات بالسماء باللون البنفسجي اللي هو شعار هذا المرض. نعم. وكنا لابسين تيشرتات ما بوقف علاج الاي بي دي تما توقف حياتي، يعني اطلقنا صرخه من البحر من السماء ومن الارض بركي بيوصل صوتنا لهالمسؤولين لحتى يشوفوا قد ايه نحن عم نعاني، مش بس اي بي دي بيشنتس بس كل العالم. صحيح. وهيدا اقل شيء بيطلبه المريض يلي هو هيدا حقه. بقى بنتمنى انه صوتنا يوصل ويصير شيء لحتى هالامور هيدي تتغير شوي، لانه اللي عم بيعاني مش مثل اللي عم بيسمع. صحيح. يعني كارولين كمان تشوقنا مره تانية انه نحضر فيديو عن هالحمله اللي اطلقتوها ودويتوا صخره الروشه. انا وياكي هلا والمشاهدين رح نروح مع الفيديو تنشوفه سوا. الجمعية اللبنانية لالتهابات الأمعاء المزمنة اي باتل ديزيز. نحن اليوم في ثلاث اشياء عملناهم رح سميها والهدف منا واحد. اولا كلنا لابسين تيشرتات بيقولوا ما رح وقف علاج الاي بي دي لانه ما بدي توقف حياتي. تيشرتاتنا نحن موجودين هون على الارض، الصخرة عم تتضوى بالبحر، البالونات من شوي طاروا للسماء. ثلاث طرق على الأرض والبحر والسماء تصوت الأشخاص الموجودة هون يلي بتمثل 10,000 شخص موجودين بلبنان، يوصلوا بالطريقة اللي بدهم إياها لكل العالم وخاصة للمسؤولين يلي موجودين بهذا البلد. 3-2-1 لإلكن. يعني قد ايه حلو كارولين انه انتم عم تكونوا دائما حد المرضى يلي عندهم اي بي دي. يعطيكم الف عافيه على كل الجهود اللي عم بتقوموا فيها. بس قبل ما اختم اكيد معك كارولين، يلي بده يتواصل معكم وخاصه عنده مرض الاي بي دي كيف يتواصل معكم؟ في عنا بيج على الانستغرام اي باتل ديزيز. نعم. بتبين دغري، وهلا اكيد شافوها عن طريق الـ نعم. الـ الفيديو. الفيديو. وفي عنا على الفيسبوك كمان اي باتل ديزيز، وفيهم يتواصلوا معنا بهالطريقه. واذا بدهم يحكونا برايفت اكيد كمان نحن ريدي، واذا هن بحاجه لاي مساعده ان كان بدواء او باي خدمه ثانيه نحن ريدي لحتى نساعدهم. وكمان انا بدي اضيف ريتا انه الجمعيه مش بس كانت عم بتساعد بالادويه، كنا عم نساهم كمان بمبالغ ماديه للاشخاص اللي عندهم تنقول عندهم نادور وما قادر يتكلف. كنا عم نساعد مريض تنقول. نعم. عندك مريض عنده علاج مكثف كنا كمان عم نساعد. سو عم بتجرب الجمعيه بشتى الطرق برضو لحتى تساعد. بس كمان مثل ما قلت ما بقول انه امكانياتنا شوي محدوده. نعم. نتمنى بعد يا ريت في ناس بعد تقدر تساعدنا تتبرع تدعمنا. ونحن هلا صار عندنا بيج فاند ذا هوب اي باتل ديزيز. بركي كمان مثل ما بيقولوا بهالدعم هيدا فينا نقدر نستورد ادويه من برا، لانه اذا بتكمل الاوضاع هيك نحن لازم نعمل شيء. نعم. لحتى نجيب ادويه بيولوجيه من برا بشتى الطرق. ونحن مش بس انا مديره الجمعيه وكل الاشخاص اللي هن بالبورد تبع الجمعيه عم بيحاولوا بشتى الطرق يتواصلوا مع ناس برا. نعم. لحتى نشوف كيف ممكن تحصل ولو على كم علبة دواء بيولوجية، وإن شاء الله أنه جهودنا
نلاقي نتيجة ونقدر نساعد أكبر عدد من المرضى إن شاء الله. أكيد يعني كارولين شلهوب نائب رئيس الجمعية اللبنانية لالتهابات الأمعاء المزمنة، أنا باسمي باسم مريم تي في بدي أشكرك لحضورك معنا اليوم، بدي أقول لكم الله يبارككم لكل فرد بالجمعية، وأكيد بنوجه تحية للسيدة ناتالي جبيلي رئيسة الجمعية، إن شاء الله دايما هيك من تألق لتألق، ولكل أعضاء الجمعية يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله هيك بنرجع نستضيفك أكيد بإيفنتات جديدة للآي باتل ديزيز. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك وشكرا لمريم تي في ويعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيك مشاهدينا، موعدنا مكفي معكم، رح نتوقف مع بريك صغير، انطرونا راجعين.